فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا فاتتني الركعة الأولى من صلاة الفجر فهل علي أن أؤديها سرا أم جهرا؟ نعم، تؤديها جهرا، السنة أنك تجهر بها، صلاة الليل يجهر بها ولو صلاها في النهار. النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتتهم صلاة الفجر في السفر صلى بعد ارتفاع الشمس صلاة الفجر وجهر فيها بالقراءة. نعم.